قعدنا النهاردة مع تحدي جديد من تحديات الأسبوع. تحدي الأسبوع ده تحدي بعتبره لطيف قوي 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 وبسيط، إن إحنا نكون من الشاكرين. طبعا إحنا عارفين الآية اللي بتقول وإن شكرتم لأزيدنكم. أنا قعدت أتأمل الآية دي، ربنا ما قالش وإن شكرتموني، وإن شكرتم بشكل عام. يعني لما نشكر الأشخاص اللي بيقدموا لنا خدمات، فإحنا كأننا بنشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي ادهلنا، ومنها إنه سخر هذا الشخص إنه يجي في طريقنا ويقدم لنا خدمة ما، حتى ولو هياخد تمنها. لسه برضو علينا دور وعب، إن إحنا مش عايزة أقول عب، لا بالعكس، الشكر مش عبء، علينا دور ان احنا نشكر هذا الشخص. للأسف انا لاحظت ان احنا فقدنا الموضوع دوة في حياتنا العامة وسلوكياتنا العامة. لما نشتري حاجة من حد ممكن نقول شكرا وعشر مرات ما نقولش، مرة نقولها واحنا فعلا بنعنيها، ومرات نقولها كده وخلاص. اعتقد ان احساس الشكر قبل ما بيبسط الشخص اللي احنا بنشكره بيبسطنا احنا، بيحسسنا جوانا ان نعم ربنا كتير قوي علينا. ولما الانسان يحس بنعم ربنا سبحانه وتعالى الكتيرة اللي عليه، ما يركزش قوي على اللي ناقصه، لان دايما هيكون في حاجة ناقصه. فلما نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم ونعددها ونفصلها ونقول أنا بشكرك يا رب على نعمة الصحة، حتى ولو ركبي مخلعة، حتى ولو ظهري وجعني، حتى ولو عندي أي مرض، لأن مقدار الصحة ده درجات، بينتهي مخزون الصحة لما نموت. فده معناه ان طول ما فينا نفس، طول ما فينا حياة، في مخزون من الصحة، ولو حتى حبة صغيرين قد كده نشكر ربنا عليهم، لان بالحبة الصغيرين دول احنا قادرين نعيش الحياة. لما نشكر ربنا سبحانه وتعالى على الفلوس اللي جاية لنا مهما كانت كتيرة او قليلة، لان مدام معانا فلوس حتى ولو قليلة، معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا، ولازم نشكره على هذا الرزق. نرجع تاني بقى لحكاية شكر الناس. في مقولة: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لان الناس اللي في حياتنا مجرد ادوات ربنا سبحانه وتعالى سخرهم عشان يكونوا في طريقنا، يقدموا لنا خدمة ما أو يعملوا لنا حاجة معينة. فلما نشكر الناس اللي حوالينا، اللي قدموا لنا الخدمات، اللي أعطونا شيء معين، إحنا بنشكر أدوات ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي بنشكر ربنا. طيب إزاي بقى نعيش هذه الحالة من الشكر؟ بالأقوال وبالأفعال وبالأحاسيس. بالأقوال سهل جدا، إن إحنا نبقى في مطعم أو في كافيه والجرسون يقدم لنا حاجة، مرسي شكرا تسلم إيدك. لما نكون واقفين في سوبر ماركت بنشتري حاجات أو بقال أو محل، نشكر الكاشير، نشكر الشخص اللي بيخدمنا، حتى ولو ادينا له إكرامية، حتى لو ادينا له أي حاجة مش مشكلة. ما هو ده الأفعال، ما هو لما أعطناه شكرناه بالفعل، وكمان نشكره بالكلام. وأهم حاجة بقى وأصعب حاجة هي الشكر بالإحساس، إن إحنا نكون فعلا جوانا حاسين بالامتنان لهذا الشخص لما يقدمه لنا، سواء فلوس، سواء هدايا، سواء كلمة حلوة. أحياناً الواحد بيبقى نازل من البيت متضايق شوية،
بس يقابل حد مبتسم بشوش. كان في فترة من الفترات الشخص المسؤول عن العمارة اللي أنا كنت ساكنة فيها كان شخص كبير في السن، لكنه كان بشوش جدا جدا جدا، وكان لطيف جدا جدا. في مرة بيسألني: انتي عاملة ايه؟ قلت له كويسة. فراح وقفني كده وقال لي: لا، ما تقوليش كويسة، قولي amazing, marvelous, wonderful. فضحكت كده وقلت له: يعني يا عمي روجر، يعني دي exaggeration. قال لي: لا، مش exaggeration، ده يوم جديد وحلو. وقعد كلمني، كلامنا ما زادش عن دقيقتين ثلاثة، انا خلاص ماشية راحة شغلي وهو كمان عنده شغل، لكن الدقيقتين دول حسسوني كده ان اليوم بقى لطيف وبقى حلو وبقى جميل. وانا راجعه عديت على مكتبه وقلت له: على فكره انا متشكره جدا على الكلمتين اللي قلناهم الصبح. كنت من جوايا حاسه بالامتنان للكلام اللي احنا قلناه الدقيقتين دول، لانهم فرقوا قوي 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 في المود بتاعي. يعني مش عارفة اقول لكم ايه، نفسي ان انتوا تحسوا قد ايه لما الواحد يكون شاكر للنعم اللي حواليه، تأثير ده على هدوءه وسلامه النفسي واحساسه كده بالصفاء والتفاؤل. لما نشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى، حياتنا هتتغير، نظرتنا للأشخاص اللي في حياتنا هتتغير، نظرتنا للنعم اللي عندنا هتتغير. جربوا كده، جربوا الأسبوع ده، أي حد أيا كان يعمل لكم أي حاجة اشكروه، اشكروه بالأقوال وبالأفعال وبالأحاسيس. قولوله: شكرا، تسلم إيدك، مرسي خالص. بالافعال، لو تقدروا تقدموا له حاجه، لو تقدروا تردوا له الخدمه اللي عملها ليكم اعملوها. وبالاحاسيس، حسوها كده جوه قلبكم، الامتنان الحقيقي لهذا الشخص، حسوها جواكم الامتنان الحقيقي لهذا الشخص باللي عمل لكم هذه الخدمه. واكيد طبعا نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونقول الحمد لله واحنا حاسينها من جوانا. ولما نيجي ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بنعمة، زي أبسط حاجة اشترينا هدوم جديدة، نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بان احنا نطلع حاجة من الحاجات القديمة اللي عندنا ونقول: انا بشكرك يا رب سبحانك وتعالى على النعمة اللي انت اديتها لي، وبرضو من نعمك ومن فضلك ومن خيرك يا رب الهدوم دي او البلوزة دي هتطلع عشان حد تاني يستمتع بيها ويلبسها وينبسط هو كمان. وبالاحساس نحس كده من جوانا ان احنا قد ايه ممتنين لربنا سبحانه وتعالى على كل النعم اللي بيديها لنا. اشوفكم التحدي الجاي.